ورجعنا تاني لآخر فقرة من فقرات فيس أوف، المراهقة نقدر نقول عليها إنها مرحلة العاصفة اللي وصلنا ليها بعد هدوء الطفولة وانسجامها، وبعد ما يبقوا كده أطفال لطيفين كيوت قوي. عشان كده هي مرحلة حرجة وليها قواعد خاصة لازم نتبعها عشان نقدر نوصل بأولادنا لبر الأمان في النهاية. ولكن إزاي نحقق المعادلة الصعبة دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة أكتر من ماري توخي أخصائي الإرشاد النفسي والأسري. منورانا. منورة بيحكي. مرسي خالص. مرسي ليكي ولوجودك معانا، ولأنه إحنا بجد وصلنا دلوقتي لمرحلة حاسة إنه الأطفال يعني اتقلبت المقاييس، بقت الأطفال أو المراهقين هم اللي متحكمين أكتر بأهليهم. طيب إزاي أنا دلوقتي يا دكتور عايزة أعرف إزاي أوصل إن أنا اقدر ان انا اخليه يعمل الحاجه اللي انا عايزاها، ولكن من غير ما اجرحه او من غير ما يحس ان انا غصباه؟ اوكي، بصي، في شويه حاجات انا لازم امتنع عنها خالص في مرحله المراهقه. انا كنت الاول اقدر اشد ابني، اجره، أيوه، تعالى هنا، روح اقعد. ده زمان لما كان طفل. وطبعا المراهقه دي نزلت دلوقتي، بقت مثلا من اخر 19 سنين ممكن نقول ان هما بداوا فيها، ما كانتش من زي زمان. بقى مراهق 10 سنين يبتدي بقى يعترض، هو ما بقاش شيء زي ما انا كنت الاول بتعامل معاه. كنت الاول بتعامل معاه لانه حاجه، كرسي، شنطه، بجره كده، بجيبه كده. دلوقتي لا، هو بقى بيعترض، بقى موجود، يعني خلقنا لنعترض. احنا بنقول لا قبل ما نعرف حتى انت عايزه ايه. احيانا انا بقول لا عشان اغيظك. طب ايه السبب العلمي اللي خلى سن المراهقه يرجع بينا لورا كده؟ يعني احنا كنا 15 سنه بنبتدي الانفتاح. انت دلوقتي الولاد اللي معاهم موبايلات في ايديهم، كم المعلومات الرهيب اللي بيوصل لهم مش زي المعلومات اللي كانت بتوصل لجيلي زمان. فانا زمان كنت الحاجات دي. بدرت كل حاجه، عينهم فتحت بدري على كل حاجه. فالولاد سن المراهقه بدا بدري، بدأوا يفهموا ويعرفوا، يكتشف ان انا ممكن اقول لا، انا ممكن افرض شخصيتي، انا اصلا مستقل، انا اصلا اقدر اعمل كل حاجة. عشان كده ما بيجي الاهل يهدد مثلا ويقول له هعمل فيك وهسيبك في البيت، او هنسافر ونسيبك لو انت ما جيتش معانا، يقول له سافر براحتك. انا كده كده موجود، انا كده كده هقدر اعمل كل حاجة. طبعا الطيش بتاعها بيبقى واخد حده، فبيبقى مش همه اي تهديدات من الاهل، وبيبقوا عايزين يثبتوا لنفسهم ولأهلهم ان هم كائنات مستقلة. يثبتوا يعني كولد او بنت. عايزة اللي اعرفه من حضرتك، يفرق ايه الولد عن البنت في مرحلة المراهقة؟ لا، الاتنين معترضين تماما، الاتنين مش عاجبهم حاجة. البنت بيبقى الضغط عليها اشد، ما تخرجيش كتير، ما تتسهريش بره، ما تعمليش، حسب المجتمع. بس في الاخر هي بتعترض والولد بيعترض، وكلهم عايزين ينفذوا اللي في دماغهم، مفيش فرق خالص ما بينهم. بس البنت غالبا نقدر ان احنا نسيطر عليها اكتر. زمان ده كان زمان. بنات دلوقتي بقت شخصيتها اقوى، بالعكس الاحساس الفيمينست، انا مع المراه، انا محدش يتحكم فيا، ما تقوليليش اعملي كذا. فتحسي ان هم جواهم ثوره غضب ضد المجتمع اشد بكتير من الولد. بصي، عموما المراهق بيبقى عنده ثورة غضب ضد المجتمع. ايوه، انا عايزه اعرف سايكولوجيا هو بيفكر ازاي، هو ايه عايز، ايه عايزين، ايه في بيفكر ان انا اهم من المجتمع، راحتي وانبساطي اهم منه بكتير. فما تجيش مثلا تقولي لي انت متاخر الساعه 12 ليه، الناس تقول علينا ايه. لا، ما تقوليليش الناس. انا اهم من الناس، انا اهم من الناس، انا سعادتي وانبساطي اهم من الناس. ما فيش حاجه اسمها الناس تقول علينا ايه. تلاقي مثلا يجي لي حد كده كل اللي همه ان وقت الخناقه ماما عماله تقول له اسكت، وطي صوتك، الجيران يقولوا علينا ايه. يقول لي هو الاهم ان البيت يبقى فيه سلام، ولا الاهم ان الجيران تقول ايه؟ فهم بيبقى مفاهيمهم ان احنا اهم، انا اهم، سعادتي اهم، ما تقوليليش الناس. عشان كده دي تركه مهمه جدا. اما يجي احنا بنقول للولاد مثلا ما تتاخرش بره، او ما انا قايله له ايه، عشان انا ببقى قلقان عليك، عشان بعرفش انام لما انت تيجي، علشان انت يعني البيت، نحسسه ان هو المهم، هو بالزبط محور الكون هنا. ما جبلوش بقى سيره عشان الناس ما تقولش علينا حاجه. ابعد عن الكلمه دي. المهم انت، مش المهم الناس. بالظبط. طيب انا ازاي اخليهم يسمعوا الكلام من غير ما هم يزعلوا مني برضو؟ يعني اوصل لهم الفكره دي، انه احسسه زي ما حضرتك قلتي ان هو اهتمامي كله كده.
اوكي هو بصي. هو انا اللي عايزه اعرفه انا دلوقتي اقنعه ازاي بحاجه انا عايزاه هو يعملها وهو لازم انه يعملها يعني سواء انت قلت ولا ما قلتش انت كده كده هتعملها. بصي عارفه اللي هو اللي معاه شويه حاجات كيميائيه كده كيميائي بتاع المعمل ده اللي هو لو زود حته المعمل ينفجر ولو قللها مش هيحصل المعادله. الاهل لازم يبقوا كده يبقوا عارفين ان في فرق ما بين الحزم وفرق ما بين الدلع وفرق ما بين القسوه. انا عايزه اوصل ابني للحزم اللي هو ايه احنا حبيبي معادنا في البيت الساعه 11 او 12 مش هنتاخر عن كده مش هجيب له سيره الناس بقى هقوله له يدخل البيت الساعه 12 يعني 11 12 ده احنا دلوقتي في 4:05 في ابديت يا جماعه حاصل انا معرفش عنه حاجه ايه ده في القهوه بتبدا مش عارفه من الساعه كام وانا عايزه اقعد زي اصحابي وفي حاجات كتير احنا طبعاً. كنا ساعتها 8 9 صح لا 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 ده يعني ده اللي بيطلع جديد يقولك البنات بترجع الساعه 12 بالليل عايزين ارجع زي البنات لو لكن حضرتك مش شايفه ان الخلل ده اللي حاصل نتيجته امهات برضو ما هو بصي ممكن تكون نتيجته امهات وميديا يعني انا ما يجي ابني يقول لي اصل انا اصحابي بيدخلوا البيت الساعه 12 عايزاني ادخل البيت قبليهم ليه يقولوا عليا ايه امهاتهم مش لو الامهات كلها اتعاملت في نفس الاسلوب مش هيحصل حاجه لو اصل انا معلش انا اسفه ولكن وحتى الناس دلوقتي ممكن تزعل في امهات كتير قوي دلوقتي هي سبب خراب عيالها طبعا طبعا الامهات ما بقتش فاضيه تربي عشان كده وانت بتقولي اقول له ازاي من غير ما يزعل لا هو احيانا ممكن يزعل واحيانا انا محتاجه ازعله هو يعني هيزعل شويه زعل مش هتضيع الدنيا فكره كلها ان انا ما بقاش قاسيه يعني مش هقول له هترجع الساعه 8 والناس كلها بترجع 11 و12 بس احنا هنلتزم بميعاد 11 الناس بترجع 1 و2 اكتوال فاحنا هنلتزم بميعاد 11 ده ميعاد مناسب للبيت الامهات اللي عيالها بترجع البيت 1 و2 بيبقوا فين بيعملوا ايه مستنيينهم لا مش مستنيينهم يعني لو في ام في البيت وفي اب في البيت ما اظنش انه هيعملوا كده لكن وصلنا لمرحله عم نشوف بنشوف امهات انه زي ما انت عايز بس ايه انزل عن وداني طبعا في كتير يعني ده نسبه كبيره قوي وبعدين يرجعوا امتى يوعوا لما يحصل مصيبه بقى يجي الاب يقول لها تربيتك تقول لها تربيتك يرموها على بعض للاسف قضية صعبة قوي. ايوه قضية جدا صعبة قوي. علشان كده دايما بقول اننا نمسك العصايه من النص ما نشدش قوي بيبقى في حوار كتير بيبقى في كلام حلو بيبقى في دلع ما تقوليش ده ولد كبير ده ايه ده بقى اطول مني ادلع ايه لا دلعي وتكلمي بس في نفس الوقت لازم يبقى في حزم في ارتباط بالحاجه اللي قلناها في اتفاقيات مفيش نزول لما تخلص الحاجات اللي مطلوبه منك في الشغل مفيش نزول لما تساعدني ورتب اوضتك وبعد كده انزل مفيهاش حاجه خالص ان انا اقول له كده يزعل يتنرفز الفكره بقى في بعد ما يزعل انا اعمل ايه هراضي ازاي لا انا هو زعل مش هقول له واخبط راسك بقى في الحيط واعمل اللي انت عايزه وانا كلمتي اللي هتمشي انا كده هخسره كده بقى الحته الغلط اللي هزود فيها المعادله وبوظ الدنيا صحيح الحل ان انا اقول له بص يا حبيبي احنا عايشين في بيت واحد احنا في اتفاقات ما بيننا احنا مقررين ان مش انا اللي بشتغل في البيت بس ومش انا اللي بعمل كل حاجه المهام متوزعه انا شايله جزء وانتوا جزء يتفلفص بقى يزعق يتعامل بالراحه خالص انا انت بتزعق ليه احنا بنتكلم بهدوء لما هيلاقيني اولا انا متعاطفه معاه وبتناقش ومدياله فرصته ومدياله الاختيار اقول له ايه رايك انك انت تروق الاوضه دي ولا تروق الاوضه والصاله فطب خلاص هروق لك حاجه يبقى هو جاله الاختيار هيتزنق في نقطه اديته تعاطف احسسته ان انا مش ضده احنا الاثنين في مركب واحده اديته اختيار اديته حب وقلت له قد ايه ان انا بحبه خلاص الدنيا هتمشي مش هتبقى سموس وهيبقى ملاك بجناحين لا بس في الاخر هتبقى الدنيا ماشيه احسن بكتير من ان انا لو وقفت قدامه ند وقلت له هزعق طيب في مرحله المراهقه في كلهم غالبا بيقلدوا بعض يعني البنت لو صاحبتها لونت شعرها هي عايزه تلون شعرها الولد لو صاحبه عمل سبايكي هو عايز بيقلدوا بعض تقليد اعمى ازاي اخلي ابني يبقى عنده شخصيه مستقله
ازاي هقنعه؟ بصي، هو البير بريشر من اكبر الحاجات اللي ممكن يبقى الناس بتعاني منها. بس احيانا انا ممكن اسيبه يجرب. ايه اللي هيضرني؟ مش هيجوا بالعند صح؟ لا، جرب. بصي، choose your fight. ما تقعديش تتخنقي في حاجات. يعني انا اتخانق مثلا ان هو يذاكر او يخلص المطلوب منه ولا يعمل شعره ويلبس بنطلون مقطع. يلبس البنطلون المقطع، مش هي دي القصة. طول ما الموضوع مش حاجة تبع الدين والاخلاق والعرف، خلاص جهد، طوله، اعمله، ما تستحماش. على فكرة الحمى دي قضية غريبة جدا في بداية المراهقة. مش هستحمى. ليه ما بيحبوش يستحموا؟ مراهقه بدايتها بيستحموش. موضوع غريب قوي. هو بيتمرد علينا ان هو ما يستحماش. انا مش فاكره فين. انا حر، انا اختلف عن الناس. انتوا بتستحموا وانا مش هستحمى. مرحله شويه ممكن بس اتناقش. انا شفت الموضوع ده في اكتر من حد. دي سمه مشهوره جدا عن عدم. يمكن عشان هي والله العظيم حاجه غريبه، يمكن عشان هي من المبادئ الاساسيه في البيت، فهو بيحاول ان هو يتمرد بدايه من الحموم. ممكن لان بتبقى الاهل قوي، الامهات. أيوة. بتكير قوي على النقطه دي. هو عايز يثبت ان هو لا انا شخص ماشي كلمته عليا، فمش هستحمى. ده انت بص، انت فظيع. لا مش هستحمى، حد يجي جنبي بقى. فتلاقيها الام شايفاه جاي من تمرين الكوره، بشع بشع. ويقوم داخل نايم على طول، بيبقى ريحته خروف. فتبقى والله الاطفال لما يكونوا جايين من بره بيبقى ريحتهم غريبه جدا. هو زي ما بيبقى شامم نفسه. لا ماشي اوكي، اقبلوني كده. عارفه اللي هو انا هستفزك عشان اعرف انت قابلاني لحد امتى. ممكن تبقى برضو خطه ان هو عشان ريحته وحشه محدش هيقرب له، هو مش عايز حد يقرب لي. لا ليه؟ ده المراهق بيبقى عايز حد يقرب له، بيبقى نفسه بيبقى في الطبطبه والحضن جدا. اكتر من الطفل. بس انا اللي ببقى معودتوش على كده، فما باجي اعملها بيبقى هو مستغربها. لكن ده بيتمنى جدا. بالعكس التاتش والطبطبه واللمسات للولاد والبنات دي حاجه مهمه جدا على فكره، من الاب والام مش من الام بس. دي حاجه حلوه قوي لو الاب بس ابنه طبطب عليه. لا بس ما يبتديش يعمل ده في سن المراهقه. لازم الاول طبعا. بس يعني حتى ولو ابتدى يعمله في سن المراهقه هيلاقي شويه مقاومه واستغراب، بس في الاخر هتجيب نتيجه حلوه لو هو استمر عليها بطريقه كويسه. طيب لو اكتشفت ان ابني بيدخن سجاير، اتصرف معاه ازاي؟ ابتدوا دلوقتي يدخنوا من كام؟ 11؟ ابتدوا يدخنوا من بدري، مش 11؟ عارفه من كام بالظبط، بس ممكن نقول من بدايه يعني اعدادي، اعداديه كده ممكن تلاقي ناس كتير. ده تطورات كتير قوي فايتاني. اتصرف ازاي؟ انا ام وعرفت ان ابني بيدخن. ما هو اللي بيدخن ده وصل له الفلوس اللي جاب بيها الدخان دي منين؟ لا ده ممكن من مصروفه، ممكن يبقى مش هو اللي بيشتري السجاير، بياخد من صحابه. مش قوي يعني، ما هو صحابه برضو عندهم ليميت، مش هيدوله كل يوم. فانا لازم ابقى واخده بالي انا بديله كام، ودي قضيه مهمه جدا. انا بدي ايه؟ في ناس بتدي بارقام كبيره قوي، خروجات بالهبل ملهاش حصر، مفيش حدود. فانا لازم اخد بالي من النقطه دي، لان النقطه دي هتوصلني للتدخين. يعني هو دخن عشان كان معاه زياده بالفلوس؟ معايا البير بريشر حواليه بيقولوا له كلنا بندخن وانت لا ليه. شايف ناس، شايف الاب والام بيدخنوا. ما هو انا مش ممكن هبقى انا بدخن في البيت واقعد انصح ابني انك ما ينفعش تدخن. انا عايزه يعني نناقش الموضوع كمبدا برضو. يعني انا ممكن مثلا دلوقتي لو اقل حاجه كام مثلا 10 15 جنيه في اليوم ممكن يحوش مصروفه. لا هو طبعا ما فيش حد بقى لا لا لا, لا. يعني 50 جنيه هيحوش. هو لو عايز يتصرف هيتصرف، ولكن انا قفشته خلاص. انا عارفه ان هو بيدخن، هعمل له ايه؟ بصي، هو الاول العند مش هينفع زي ما اتفقنا. هنبتدي إيه في الحوار معي؟ لا هنبتدي في الحوار ان انا اللي انت بتعمله ده مش مقبول، لازم هيبقى فيه عقاب. لو حصل وتكرر تاني هنبقى مانعين مصروف خالص. طب ازاي هقول له ده ممنوع ده ما ينفعش وانا بدخن سجاير وبابا بيدخن سجاير؟ ما هو علشان كده انا لازم، يعني في ناس بتستخدم فكره ان انا مش بدخن على طول، مش بدخن قدام مثلا اهلي، ان انا دخنت على سن كبير فكانت الرئه اكتملت. في ناس بتشغل فيديوهات تعليميه عن التدخين واثره، فبص انت لو بتعمل في الرئه بتاعتك ايه وهي لسه ما تكونتش صح،
فانت بتزود فرصة انك انت تتعب اكتر، بتناقشه بالعقل، بتناقشه مش تهديد بس، احنا بناخد وعد انك انت الموضوع ده ما يكررش، لان انت هتأثر على نفسك. وحاول اكتر مرة ولكن معنتش معاه وما راقبوش، ما خليهوش يحس ان انا براقبه، لكن ممكن كل شوية اطمن عليه، اقول له مين اللي علمك، اعرف كمان مين اللي وصل لك ده، علشان خاطر احاول ان هو ينصح الناس التانية. وعلى فكرة انا طول ما انا بتكلم من الصغر عن اضرار التدخين، صحيح، هيلاقي نفسي غصب عني الولد مش مهتم قوي بيها. بالعكس لو جم قالوا له هيقول لهم مين قال لكم ان دي علامة الرجولة. عايزه اقول لك نورتيني وشرفتيني دكتور ماري، ان شاء الله نتقابل في حلقات تانية باذن الله. دلوقتي عايزه اقول لكم هتوحشوني جدا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده من فيس اوف. باي باي.